كذلك بالنسبة لنا جميعا. لذا نود أن ننصت إليك سيدي، تفضل. شكرا لك. دعني أبدأ بشكرك على التزامك وخبرتك التي تقدميها، وكذلك كيف أثرت على الحوار بشأن تغير المناخ، وكذلك العمل الرائع الذي تقوم ببذله سكرتارية UNFCCC. بلا شك قوة الدفع الذي تم خلقها في جلاسكو في كوب 26 يجب أن يتم الحفاظ عليها، ونحن أدركنا أن هذا تعاون بين الحكومات المختلفة والذي يتأثر بكثير من الصعوبات والتعقيدات الموجودة في النظام الدولي الذي يواجه كثير من الضغوط الآن، وهذا ينعكس دائما على كيف تتعامل الوفود مع المواضيع الدولية، وكذلك تجنب نقاط الخلاف الموجودة والتنافس. ونحن نتمنى أن الخبرة التي تعلمناها من كوفيد 19 وتأثيرها العالمي وإدراكنا أن هذه التحديات العالمية يمكن التعامل معها في كل دولة على حدة أو بمعزل عن المصالح الوطنية، ولكن يجب أن يكون هناك تعاون بين الجميع. نتمنى أن نكون قد استفدنا من هذا الدرس وعرفنا أن التعاون بين الدول هو السبيل الوحيد قدما للتعامل مع هذه التحديات، فكلنا سوف نتأثر سلبا ولدينا مسؤوليات تجاه الأجيال المستقبلية للحفاظ على قوة الدفع هذه للتعامل مع التحديات المرتبطة بتغير المناخ. وكما نعرف نحن نرأس كوب 27 مؤتمر دول الأطراف القادم، ولذلك نحن سوف نتعاون مع رئاسة كوب 27 بحيث لا يتخلف أحد عن الركب ويشارك الجميع معنا، وندرك المصالح المختلفة والتنوع في التحديات التي نواجهها، ونتمنى أن نتمكن من التعامل مع كل ذلك من خلال توافق من منظور المسؤوليات المشتركة بيننا. نحن سوف نستمر في دفع الطموح للوفاء ب1.5 درجة مئوية تقليل في ارتفاع درجات حرارة العالم، ويجب علينا أن نبني الثقة كذلك. وهنا أنا قد عدت توا من مؤتمر الأفريقي الأوروبي، وهم كانوا يتحدثون فيه كذلك عن تغير المناخ، ونستطيع أن ندرك أنه لا يزال هناك مستوى من القلق في العالم النامي، وأن فجوة التمويل لم يتم تغطيتها، ويجب أن نقوم بكثير من الجهود في مجال التكيف. الكثيرون يتحدثون عن تقليل الأثر، ولكن علينا أن نتعامل كذلك مع مسألة التكيف، خاصة في الدول التي ليس لديها كثير من الاستعداد لهذا الأمر، وكذلك في دول الجزر، وعلينا أن نقوم بالوفاء باحتياجات تلك الدول، وإلا سوف نفقد هذا الزخم، وسوف نفقد كذلك الرغبة في الوصول إلى إجماع. الهدف العالمي للتكيف مع تغير المناخ ودفع هذه الأجندة قدما هي عملية، ولكن علينا كذلك أن ندرك أننا إذا لم نحقق أثناء كوب 27 مستوى من الإجماع على هذه الأهداف وكيفية تحقيقها، فإننا لن نستطيع تحقيق الهدف. كذلك هناك مسألة التكنولوجيا، يبدو أن هناك تنافس بدأ يحدث في مجال توفير الطاقة البديلة، وهذا أظهر الحاجة إلى تقديم تلك التكنولوجيا وتلك الموارد للعالم النامي بحيث يتمكن من الانتقال بطريقة فعالة ويستطيع أن يلعب دوره. فهم في حاجة أن يروا كذلك تأكيد وجهود أكبر على التقليل من أثر تغير المناخ، وكذلك الرغبة في التعامل مع هذه المشاكل. كلنا عينينا أن ندرك أين نقاط الضعف وأين نقاط العجز ونتعامل معها.
علينا أن نتعامل مع كل هذه القضايا وندرك كذلك ما هي المحدودية الموجودة، كذلك مشاركة الشركات والأعمال مسألة مهمة للغاية، هذا أمر أدركناه، كذلك مشاركة المجتمع المدني، يجب أن نستمع إلى صوت المنظمات غير الحكومية والنشطاء في مجال تغير المناخ. نحن كمسؤولين حكوميين كلنا نتحدث عن الأثر ونتحدث كذلك ونتأثر بما تقوم به مثل هذه المنظمات، ولذلك من المهم أن نظل على المسار ويتم تحفيزنا للتعامل مع هذه المسائل. كذلك الشركات والمؤسسات المالية لديها دور هام لتلعب، ونتمنى أن نكتذبهم لكي يتعاملوا معنا ويتولوا مسؤولياتهم ويظهروا القيادة التي نحتاج إليها حيث نتمكن من التعامل مع تلك التحديات. الشباب بالطبع يجب أن نشركهم، فالشباب هو من سيرث هذا الكوكب، لذلك نريد أن نقدم لهم مناخ مستدام، وإلا سوف يتعاملوا مع تبعات لا ندركها نحن الآن بقبل. لذلك لكل هذه الأسباب نحن نتطلع لاستضافة منتدى الشباب قبل كوب 27 لكي نحافظ على هذا الزخم وهذا الضغط على المفاوضين، ونحن نتمنى أن ننظر إلى هذه المسألة من منظور المصلحة العامة والمصلحة العليا بدلا من النظر إلى المصالح الضيقة، وأن نتحرك قدما للحفاظ على هذا المستوى من الطموح وهذا المستوى من الإنجاز، ونتمنى أن نحافظ كذلك على كتاب قوانين باريس وأن ننفذه. أعتقد أن التنفيذ سوف يكون هو الأمر الأهم بينما نتحرك قدما. إذا لم نتمكن من تنفيذ كل الالتزامات التي تم تقديمها، سواء المرتبطة بالتكيف، التقليل من الآثار، التمويل الطاقة المتجددة، فإننا لن نتمكن من تحقيق شيء. وشعرنا في كوب 26 أن كل شيء كان جيدا، لذا ربما ننسى العملية التي يجب أن نتبناها دون أن نبني على ذلك، وأن نواصل هذه العملية ونستفيد من الضغط الذي تمثله مؤتمرات دول الأطراف. لذلك علينا الاستمرار حتى نحقق كل طموحاتنا. شكرا لك سيادة الوزير. تغير المناخ تتطلب الدبلوماسية المناخية والتعاون متعدد الأطراف، وهذا واقع. أود أن أؤكد على أحد النقاط التي ذكرتها، مسألة بناء الثقة، وكيف أن هذا مرتبطا بالدعم المطلوب للمزيد من الإجراءات الطموحة المرتبطة بالتكيف، التمويل، بناء القدرات. وأحد النتائج المهمة في جلاسكو كان الالتزام بمضاعفة التمويل لجهود التكيف مع تغير المناخ. هذه إحدى المسائل التي يجب أن نتعامل معها، ويجب كذلك أن نتعامل معها في وقت مبكر لأن الوقت ضيق للغاية قبل مؤتمر كوب 27 في شرم الشيخ. شكرا لك سيادة الوزير لتقديم وجهات نظرك والتزامكم بتقديم مؤتمر رائع في شرم الشيخ الجميلة. أرى أننا لدينا سؤال واحد، فنحن لدينا وقت ضيق للغاية. هناك سؤال واحد من الحضور، وإذا كان لي أن أطرح هذا السؤال عليكم جميعا، وإن كان من يود أن يجيب عليه يتفضل. ما هي الإجراءات العملية على المدى القصير لدول مثل دولتي تعتمد على الفحم والوقود الأحفوري لتلبية احتياجاتها مرتبطة بالتقاعد؟ يمكن أن أجيب أنا. نحن تحدثنا عن هذه المسألة.